معكم خلود البطيوي فنانة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وطبعا ملتزمين بالحظر الصحي. كي كندوز النهار ديالي كندوزو بحال جميع السيدات المغربيات. واخا وليت كنحس بلي النهار ما كيقدش، ما بين النظافة والطبخ والقراية مع ولدي، ورغم ذلك كنحاول نلقى وقيته لراسي كنقرا فيها ولا كنعمل شوية ديال الرياضة. الحقيقة لا أنا ولا الأغلبية السيدات المغربيات خصنا الحمد لله ونشكره على النعمة اللي عطينا، أننا جالسين في ديورنا مقابلين وليداتنا، جالسين معاهم كنفرحوا بيهم كنشوفوهم كنشبعوا منهم. بالمقابل كاينين الناس اللي محرومين من هذه النعمة، هذه ناس اللي ملتزمين بالواجب الوطني. لذلك كنوجه تحية خاصة لكل العاملين بقطاع الصحة من ممرضين وأطباء إلى غيرهم من العاملين في هذا القطاع، وكنوجه تحية خاصة للرجال ونساء الأمن من الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الجيش الملكي، الدرك الملكي. كنوجه لهم تحية كبيرة وشكر كبير من الأعماق، لأنهم برهنوا على الكفاءة ديالهم وعلى تفانيهم في العمل وعلى وطنيتهم وكذلك على إنسانيتهم. شكرا لهم اللي خطيهم علينا. وكنوجه تحية خاصة كذلك لكل العاملين بقطاع النظافة، هاد الناس اللي تاهما كيخاطروا بأنفسهم وكيسهروا على الراحة ديالنا. شكرا لكم، شكرا لكم كاملين اللي خطيكم علينا، والله يجازيكم بالخير. هاد الأزمة هادي إن شاء الله غدا تدوز، خصنا غير التزمو نجلسو في ديورنا، نخليو هاد الناس يديروا خدمتهم. وكنتمنى هاد الأزمة اللي مرينا بها أنها تكون حافز لنا أننا نعيد النظر في الأولويات ديالنا، في الاهتمامات ديالنا، نعيد النظر يعني في أنفسنا، والله يدوز كل شيء بخير.